والصلاة والسلام على الرحمة المهداد والنعمة المسداد سيد الخلق والنبي الحق سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه ونجيه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلى الله عليه أفضل صلواته وأزكى بركاته كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وزوجاته الأطهار ورضي الله عن صحابته أجمعين. أما بعد، فإن إظهار الفرح والسرور وإشاعة معاني المحبة النبوية في هذه الليلة المباركة من ليالي ربيع النور وعيد مولد سيد الوجود سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه بربوع مملكتنا المغربية الشريفة التي توارثها الأجيال ملكاً عن ملك وعالماً عن عالم وجيلاً عن جيل من أصل زمن أسرة العزفي بنسبته إلى عهد مولانا المعظم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أبقاه الله حصناً منيعاً للبلاد والعباد، لمن التقاليد الجميلة والعادات الأصيلة المنيفة التي تكتب بمداد الفخر في ديوان مفاخر المغرب بلد الأشراف والعترة النبوية وبلد إمارة المؤمنين الفريدة وبلد التاريخ المجيد والحضارة البانية. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء. ولجلالة هذه الليلة وعظمة قدرها فضلها بعض أهل العلم من أئمتنا المالكية المغارب. هذه الليلة كنا على موعد مع إحياء ليلة عيد المولد النبوي الشريف، هذه الليلة العظيمة المباركة الذي ذهب المغاربة كل سنة على إحيائها، ونحن في هذه اليوم مسرورون لأن هذه الليلة مميزة، نظرا لأن هذه الاحتفال يستأنف من جديد بعد أن توقف لسنتين بسبب ظروف الجائحة. وهذه الليلة في طبيعة الحال حصل فيها من الفرح ومن السرور برسول الله صلى الله عليه وسلم، سمحنا فيها للأمداح النبوي الشريفة وتليت فيها آيات بينات من الذكر الحكيم، واستمتعنا فيها كذلك أيضا بالاستماع إلى ختم الشفاء للقاضي عياض، وكذلك أيضا ختمت بالدعاء الصالح لمولانا أمير المؤمنين الذي نطلب من الله تبارك وتعالى أن ينصره وأن يوفقه لما يحبه ويرضى. أود في هذه الكلمة المباركة أن أتقدم إلى المشاهدين الكرام بأحر التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة التي هي ذكرى عيد المولد النبوي الشريف، والتي أقيم حفلها بمركز مسجد حكامة
تحت إشراف السيد العامل لإقليم الفحص أنجرة، وكانت هذه المناسبة جاءت بعد مرور سنتين من الجائحة، والحمد لله فرج الله عنا برفع هذا الوباء والبلاء عنا. ونتمنى من الله عز وجل أن تكون الأمور في أحسن ما يرام. وعرف هذا الحفل أمداح نبوية وقراءة قرآنية بالمسجد المذكور تحت إشراف المندوبية والمجلس العلمي والعمالة. وتغرب